بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع الشرائع وبين الأحكام، وأمر بالأكل من الحلال وترك الحرام. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه على الدوام، وبعد، أيها المستمعون الكرام، كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عمن يجوز دفع الزكاة إليهم، وفي هذه الحلقة سنتحدث إليكم إن شاء الله في بيان من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. فاعلموا أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها، ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه، لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة. ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم، لأنه حينئذ يقي بها ماله. أما من كان ينفق عليه تبرعاً فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته. وفي الصحيحين أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها، أفتعطيهم من زكاتها؟ قال: نعم. ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته، لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، ولأنه يقي بها ماله. ويجب على المسلم أن يتثبت عند دفع الزكاة عن استحقاق المدفوع إليه، فلو دفعها لمن ظنه مستحقاً فتبين أنه غير مستحق لم تجزئه. أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه فالدفع إليه يجزي اكتفاءً بغلبة الظن ما لم يظهر خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أيها المستمع الكريم، وإلى جانب الزكاة الواجبة هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها، فقد حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه. وفي الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والأحاديث في هذا كثيرة. وصدقة السر أفضل من صدقة الجهر، قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولأن في إخفاء الصدقة ابتعاد عن الرياء، إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، فحينئذ يشرع إعلانها. وينبغي أن تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والصدقة في حال الصحة أفضل، قال صلى الله عليه وسلم:
لما سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. والصدقة في الأقارب والصدقة في الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة أفضل، كالصدقة في شهر رمضان وكالصدقة في الحرمين الشريفين، لقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. والصدقة في أوقات الحاجة أفضل، قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين، فقد أوصى الله تعالى بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبهم في كثير من الآيات، فقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، رواه الخمسة وغيرهم. وفي الصحيحين أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. ثم أعلم أيها المستمع الكريم أن في المال حقوقاً سوى الزكاة، نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنظار معسر وإقراض مقترض. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ويجب إطعام الجائع وقرى الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن. بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته حين حصوله عليه أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا من محاسن دين الإسلام، دين المواساة والرحمة، دين التعامل والتآخي في الله. فما أجمله من دين وما أحكمه من تشريع. أسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.